بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. هنبدأ مع بعض أنواع النهاردة المحاضرة الثانية في الدورة التدريبية لتصميم شبكات تصريف الأمطار باستخدام الستورم كاد. الستورم درينج نتورك واحدة من أهم الشبكات، والناس اللي بتشتغل فيها قليلة جدا جدا. فإذا ربنا أراد وكنت من الناس اللي هتتقن الشبكة دي وتشتغل عليها وتشتغل على نفسك فيها كويس جدا، وتقدر تفهم مداخلها ومخارجها، وتقدر ازاي تحكم الشبكة، وبالخبرة ان شاء الله واحدة واحدة هتعرف الكلام ده، هتبقى من الناس المتميزة حقيقي. الشبكات تصريف الامطار من الشبكات التقيلة في الانفراستراكشر، والمحتاجة صبر ومجهود لاخراج مخرجات الشبكة. يكفي اقول لك انك عشان توصل للكونسبت ديزاين ممكن تعمل ترايلز واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لغاية ما توصل ان الكونسبت بتاعك ابروفد. وبعد ما الكونسبت يكون ابروفد تقدر بعد كده تكمل الديزاين بتاعك. ايه الكونسبت ده؟ الكونسبت ديزاين يا جماعة اللي هو المبدأ، الفكرة، الحدوتة، الشبكة هتصرف المطر فين وازاي، ايه التولز اللي هتستخدمها وانت بتصرف المطر، تمام؟ بتعمل الديزاين بتاعك بناء على approved concept design. ده بداية. ليه الكلام اللي بقوله ده؟ ليه؟ لان حضرتك الشبكة تصريف الامطار ما هي شبكة تقليدية، يعني ما هي زي المية وزي الصرف وزي الري. لا لا، مختلفة شوية، مختلفة شوية، لان فيها هات وخد كتير، تمام؟ طيب خلينا نبدأ كده ندردش فيها شوية. في البداية لما حضرتك بتتكلم على شبكة تصريف أمطار بتتكلم على مساحات كبيرة وأماكن فيها شدة أمطار غزيرة، تمام كده؟ فيها مطر حقيقي. يعني ما جيش مثلا في كومباوند صغير وأقول هعمل شبكة تصريف أمطار، لا، مش هيبقى، هيبقى صعب، مكلفة على الفاضي، خاصة لو كان الكومباوند ده في حتة أو في منطقة أو في مدينة أو في بلد فيهاش أمطار أو سيول. طب حضرتك هتلجأ لإيه؟ نفترض إن هي كان كومباوند وكان فيه أمطار وسيول، هتعمل إيه حضرتك؟ أسلم شيء أنت كمهندس إنفراستراكشر بتقعد مع مهندس الطرق وتبدأ من منطلق حتة السيرفيس درينج، وده أول نوع من أنواع تصريف الأمطار. إزاي تصرف الأمطار بالجرافيتي؟ عن طريق إنك تميل الطرق بشكل أو بآخر بحيث إنك تجمع الأمطار في اماكن انت عايز تتجمع في الاماكن دي، وتبقى هي ديسبوزال بوينت او الاند بوينت بتاعتك. يعني ايه؟ يعني ببساطه لما اتكلمنا على الكومباوند اللي احنا اتكلمنا عليه في كل الدورات التدريبيه بتاعتنا اللي هي الميه والصرف والري والحريق والكلام ده، الكومباوند محدود وليه سور وليه بوابات والكلام ده كله. لو انا كنت في منطقه فيها مطر غزير ما كانش ينفع اصرف المطر ده على شبكة الصرف زي ما احنا كنا عاملين في الكومباوند، لا، كان لازم اعمل شبكة صرف مطر منفصلة تجنبا طبعا لمشاكل الطفح المتكرر في موسم الامطار لو كان في امطار غزيرة. يعني طيب الحل ساعتها ايه لو انت هتعمل شبكة منفصلة والمنطقة بتاعتك منطقة غزيرة بالامطار ومعروف عنها ان هي امطارها موسمية او مطار كثيفة؟ حضرتك هتضطر اول ترايل ليك انك تقعد مع مهندس الطرق وتقعد مع مهندس اللاندسكيبر، اللاندسكيب بتاعك اللي هو اللاندسكيبر، وتقعد وتشتغل عليها بحيث ان الميول بتاعت الطرق كلها تكون طاردة للمطر بشكل او باخر، سواء عن طريق البوابات سواء عن طريق الكورنرز بتاعت الكومباوند. وده بعد كده بالاتفاق مع الامانة او البلدية او الحي او الجهاز او سميه زي ما تسميه، الاثوريتي المسؤولة عن الطرق الخارجية المحيطة بالكومباوند. طبعا دي ليها رولز وريجليشنز كتيرة جدا هنتكلم بقى بالتفصيل بعد كده، بس انا بحاول افتح معاك الموضوع بجيبه من يعني من اوله واحدة واحدة. طيب نفترض، لا انا دلوقتي ضاقت بيا السبل، ونرجع لنفس الكومباوند، ضاقت بيا السبل وانا مضطر ان انا اعمل شبكة مطر جوه الكومباوند. جوه الكومباوند، طب هتودي المايه فين؟ ده السؤال اللي لازم تطرحه ويبقى مهم جدا لنفسك. هتودي ميه المطر فين؟ ميه المطر يا شباب مفيش حاجه اسمها هرفع ميه مطر، الكلام ده مش مسموح بيه، ولو سمحنا بيه يبقى سمحنا بيه في وقت حرج جدا 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 جدا، يعني اللي هو مفيش اي مجال انك تحلها الا بالطريقه دي، ويا ريت ما تحلهاش بالطريقه دي، اعتذر عن المشروع احسن. لا تاني كمان مره الحته دي،
مية المطر لما يكون فيه سيول مفيش إلكتروميكانيكس فيها، مفيش أعمال إلكتروميكانيكس، يعني ما عملش محطة رفع، لأ لما يكون فيه سيول مفيش حاجة اسمها أعمل محطة رفع، تمام؟ ولو حصل هنا في يعني في مشكلة كبيرة، في ريسك هنا جامد، تمام؟ لأن دايما الأمطار يا جماعة في أغلب الظن، أنت لما بتيجي تصمم بتصمم وبتاخد الورست كيس على قد تقديرك الشخصي وعلى قد الريجوليشنز اللي حضرتك بتشتغل بيها، بس مش هعرفك ممكن لا قدر الله يحصل الأسوأ، تمام؟ لأن هنفهم كمان شوية إن المطر ملوش المطرة ملهاش شدة ثابتة، تمام كده؟ هنفهمها واحدة واحدة. فإذا حضرتك بتلجأ لإيه؟ بتلجأ إنك تحط شبكات، بس قبل ما تحط شبكات لازم تجاوب على السؤال ده، هتودي مية المطر فين؟ لو الحي أو المدينة أو البلد اللي حضرتك شغال عليها في تاي إن بوينت مسموحة لك ترمي فيها شبكة مطر بتاعتك، خلاص يبقى جو أهيد. طالما ان السيرفيس درينج او التصريف السطحي ما خدمكش تلجأ للحل التاني اللي هو البايبنج سيستم، تمام كده، وتبدأ تحط المانهولز بتاعتك وتحط الكاتش بيزنز بتاعتك شبكة منفصلة لان المطر شديد في المنطقة دي او لان الريجوليشن بتقول لك لازم تعمل شبكة تصريف مطر منفصلة، والاند بوين بتاعك بتدور عليه فين وتبدأ تشتغل مع مهندس الطرق وتشوف الكاتش بيزن تتحط يمين الطريق شمال الطريق، هل الطريق بتاعك الطرق الداخلية يعني هل فيها جزيرة في النص، تمام كده، يبقى في ميول جانبية يمين وشمال في الأسفلت نفسها ولا الأسفلت يبقى يعني هيبقى مايل في اتجاه واحد، طبعا لو في جزيرة في النص لازم الأسفلت هيبقى مايل يمين وشمال أو مايل ناحية الجزيرة نفسها، يبقى حضرتك هتحط كاتش بيزن في الجزيرة، تمام كده، يمين وشمال الجزيرة يعني. هل مسموح لك تحط المانهول بتاع المطر في الجزيرة نفسها ولا هتحطه يمين أو شمال الطريق، تمام؟ كل ده هيبقى مع مهندس الطرق ومع الريجليشنز والستاندرز كروس سيكشنز الموجودة في الإقليم اللي حضرتك بتشتغل فيه، لأن ده لازم يتاخد في الاعتبار، لأن حضرتك قبل ما تشتغل في الحل ده لازم تكون مذاكر كويس جدا الريجليشنز والرولز اللي متطبقة واللي لازم تحترم عشان تاخد أبروفال على الكونسيبت بتاعك وعلى الديزاين بتاعك. طيب كلام جميل، يبقى احنا لغاية دلوقتي بنتكلم في الأفكار بتاعت تصريف المطر، قلنا السيرفيس درينج، قلنا البايبنج سيستم، استبعدنا تماما محطات الرفع ومحطات رفع المطر والكلام ده استبعدناها تماما، ده حل مستبعد وبأكد عليه مرة واثنين وثلاثة، أنا من المدرسة اللي بتقول لأ في الحتة دي بالذات. في بعض المدارس بيقول لك والله ممكن، أنا لأ ما عنديش أي تفاهم فيها، لأن يا جماعة صعب جدا إن أنا أحط شغل الكتروميكانيكس في كوارث طبيعية، بعتبر تصريف الأمطار هو نوع من أنواع الكوارث الطبيعية، ولكم في المنطقة العربية كلها إنك تاخدوا العبرة يعني والعظة، حتى في مصر نفسها في بعض الحاجات اللي من هذا القبيل، سواء في شرق مصر أو في الساحل الشمالي في المنطقة الشمالية من مصر، أو في كمان في أماكن كتيرة جدا من الصعيد، وأحيانا في القاهرة بيحصل سيول، تمام؟ اللي فاهم الحدوته دي هيعرف ان السيول مش كل سنه بتيجي، ولكن في سنوات معينه بتيجي ما بيبقاش اصلا متاخده في الاعتبار حتى لو انت واخد احتياطاتك والكلام ده، فملهاش ستاندر، تمام كده. طيب هنصمم ازاي والكلام ده كله، كل ده هيجي وقته يعني، واحده واحده كده مع بعض هنكلمه، بس احنا مرتدش مع بعض فيها واحده واحده حته حته. طيب احنا دلوقتي يا شباب كل اللي قلناه قلنا حلين، طب في حلول تانية؟ يوه ده في كتير. ايه هو؟ في مثلا يقول لك الريجليشن بتاعت البلد اللي انت هتشتغل فيها لتصريف الامطار، يقول لك والله انا عايز الكاتش بيزن تكون جوه الرصيف، ما تبقاش كاتش بيزن في الاسفلت، تمام كده، يعني تبقاش بيفد، تبقى ايه؟ تبقى جوه الرصيف، تمام كده، تبقى كيرب، تمام كده، كيرب تايب. طيب في ناس تانية تقول لك لا انا مش عايز كاتش بيزن اصلا، امال انت عايز ايه؟ قال لك انا عايز المانهولز نفسها بتاعه المطر تكون اصلا مفتحه، ايوه جريتد صح كده، هي اللي تاخد المطر منها فيها او منها فيها، ده نظام. طيب في ناس تانية تقول لك لا انا عايز الكاتش بيزن تكون في الكيرب اللي هو في الرصيف وفي الاسفلت في نفس الوقت، تاخد ده وده. في ناس تانية تقول لك لا انا عايز الكاتش بيزن تبقى مش كاتش بيزن بالمعنى الصحيح، لا دي تبقى ترينشات ترينشز جوه الكيرب تسحب الماء اوتوماتيك، كلام جميل.
في ناس تانية تقول لك لا انا عايز كل ده ريجوليشنز يا جماعة، مش الناس اللي بتقول لا مش هبهزر دي، لا ده بتبقى ستاندردز موجودة في المكان اللي حضرتك هتشتغل على اساسه. حضرتك مثلا جاي لك مشروع سي في عمان، عمان في ستاندردز لتصريف السيول وتصريف الامطار، الستاندردز دي حضرتك لازم تطلع عليها، بتبقى متضمنة كل شيء، انواع المواسير، اكتر المواسير، الميول في المواسير، نسبة الامتلاء في المواسير، انواع الكاتش بيزن، لو انت في منطقه صناعيه يبقى ايه، لو انت في منطقه سكنيه يبقى ايه، لو انت في منطقه ساحليه، لو منطقه سياحيه، الكاتيجوريز دي كلها بتبقى موجوده. كل مكان هتشتغل فيه شبكه لازم هتبقى ليك علاقه بالستاندرز عشان تبدا تعمل الكونسيبت بتاعك بناء على الكلام ده. طيب افكار تانية، افكار تانية، ناس تقول لك لا انا عايز كالفرت او اوبن شانل، تمام كده، يكون موجود وعايز المطر يصرف عليه اوتوماتيك. يعني ايه؟ انا عايز زي ما تقول كده، مش هقول تانل، هقول اوبن تشانل، اوبن تشانل بتمشي جوه المدينه بتاعتك، تمام كده، جوه المشروع في الجزيره، تمام كده، والكاتش بيزن اللي بتجمع من الاسفلت يمين وشمال ترمي اوتوماتيك فين؟ في الاوبن تشانل ديت وقت المطر. ده كونسبت وانا عملته بنفسي قبل كده، كلام جميل. ناس تقول لك لا انا خايف الصراحه الاوبن شانل دي يحصل فيها مشكله، ولا لا لا يا عم خليها كالفرت بوكس كالفرت او ريفورس كونكريت بوكس كالفرت. ايه ده كالفرت يا جماعه؟ اللي هو بالعربي بربخ، يمكن كلمه غريبه شويه، للكالفرت اللي هو زي الشانل بس مقفول، يبقى مربع كده وواخد مسار كانه ماسوره ولكن هو شكله مربع، غرفه او غرفتين او فتحه او فتحتين او ثلاثه وات ايفر ايا كان الكيو بتاعتك قد ايه، وده بياخد بعضه كده ويمشي في الجزيرة، حضرتك بتعمله جوه الجزيرة والكاتش بيزن بترمي عليه. ناس تانية تقول لك لا انت تجمع لي المواسير ولما الفلو يوصل لكذا او القطر يوصل لرقم معين ده لازم يتحول لكالفرت. ناس تانية تقول لك لا حضرتك بتعمل اوبن تشانل كبيرة جدا في نص المدينة، وبيقول لك والله ده وادي طبيعي مثلا، يقول لك ده وادي طبيعي، هندل الوادي ده، هندله يعني ظبطه في دايمنشن، اعمل له اعمل له تقسيم شغل صح قوي، اطهره لو هو مفوق اشجار وبقايا مزروعات والكلام ده كله وعوائق، وممكن يبقى ليه حيوان نافقه وحيوانات نافقه وفي سيارات مرميه وكلا، لا انت ظبط الكلام ده كله بحيث انك تعمل لي مثلا وادي جميل جدا متظبط، يبقى مجرى سيل، يبقى مجرى سيل بس مجرى سيل معمول صح، وترمي فيه مية الأمطار. عن طريق ايه مية الأمطار؟ سيرفيس درينج. طب وبعدين بعد السيرفيس درينج؟ قال لك سيرفيس درينج ولما يتقاطع مع مثلا طريق ولا حاجة اعمل عبارة، اعمل عبارة تحت الطريق، تحت الطريق اعملها امبانكمنت كده وخلي المطرة تنزل وتعدي في العبارة، وحاول تميل الطرق بشكل ان المية تجري في العبارات دي. كلام جميل جدا، كلام بسيط، كل دي افكار. يوه وفي كتير تانية، في افكار ياما. طب مين الناس اللي بتتعاون معاها عشان تفهم شبكة المطر وتفهم تشتغل ازاي؟ اهم من في الموضوع لو مشروع ليه علاقة بمدن كبيرة او مخططات ضخمة او مدينة صناعية او لا، تقعد مع مهندس الطرق، تمام كده، اهم مهندس عندك تقعد معاه عشان تفهم تصريف الامطار، اقعد مهندس الطرق. ده الكلام ده بعد ما حضرتك تقرأ الريجليشنز مية مية بتاعة المكان اللي حضرتك هتشتغل فيه، تمام. طيب لو بيتكلم مثلا عن اللاندسكيب صغير محندق شوية في شغل شجر ومطر وشغل مش عارف جرين ارياز وفيلل وعمارات، اقعد مع اللاندسكيبر. ليه؟ لان اللاندسكيبر اللي هيخدمك فيها دي، لانه هيبدأ يعمل تبة هنا، هيعمل لك مش هنا هنا فاونتن، هيعمل لك عايز يشتغل على المناظر، فلازم حضرتك تحجم الافكار بتاعته شوية بما يخدم تصريف الامطار، خاصه لو انت مشروعك مطلوب فيه شبكه تصريف امطار، وده هيبقى مستبعد شويه في الكومباوند الصغيره، لان دايما الكومباوند الصغيره بتبقى مش يعني خلاص الامطار اللي فيها بتتصرف على الصرف وخلاص وبيمشي الحال، والصرف كله بيتصرف على النتوركس الخارجيه وخلاص، تمام. احنا كده يا شباب بنحاول نلم الموضوع النهارده، المحاضره بتاعتنا يا دوبك بس عن الرسم، ازاي ارسم شبكه امطار. هنبدأ بقى في المحاضرة، كل اللي أنا قلته ده من شوية ده تفتيح مواضيع. نبدأ النهاردة في مضمون المحاضرة بتاعتنا، هي عبارة عن إيه؟ هرسم إزاي شبكة تصريف الأمطار. قبل ما أفهم أرسمها إزاي لازم أعرف التولز اللي هرسم بيها، أنا هرسم إيه؟ قال لك شبكة تصريف الأمطار عبارة عن بايب لاين
ومان هولز تمام كده وكاتش بيزنز. كاتش بيزنز وظيفتها تجيب المية اللي موجودة في الأسفلت تجمعها تحطها فين؟ عن طريق ماسورة تخرج من كاتش بيزن تروح للمان هولز تمام كده. المان هول بتعمل ايه؟ بتنقل المية دي من خلال ماسورة لماسورة لماسورة لغاية ما توديها لإيه؟ للإند بوينت بتاعتها أيا كان نوع الإند بوينت دي إيه. طيب التولز دي ممكن تختلف طبعا بناء على اللي احنا قلناه من شوية، الكونسبت نفسه ممكن يختلف، لأن ممكن يبقى سيرفيس درينج تعمل يا دوبك أسهم اللي هو إيه؟ ران أوف فلو دايركشن تمام كده؟ يعني ببساطة خالص توري المية رايحة فين أكوردنج للسلوب بتاع الأسفلت بناء على الأسفلت نفسه ميوله يمين شمال رايحة فوق جاية تحت، فبتعمل أسهم توري الناس مية المطر رايحة فين وجاية منين. ممكن الشبكة بتاعتك كلها تتوقف على إنك تعمل شوية أسهم بس خلاص. أنت متخيل ليه أول شيء يطلع فيه شوية أسهم؟ مهمة أوي دي، ودي بقى شبكة المطر بتاعتك دي بس من غير مواسير من غير أي حاجة تمام كده؟ ممكن ليه لأ؟ ودي الشطارة على فكرة، ودي الشطارة إنك تقدر تنهي بس صح مش أونطة ماشي كده؟ يعني الكلام يبقى صح 100% عن حسابات يعني تمام؟ وهنفهم الحسابات تيجي إزاي. طيب اتكلمنا عن التولز واتكلمنا عن المهندسين اللي حضرتك هتقعد معاهم عشان تفهم الشبكة وتقدر تحط الكونسيبت بتاعك، اتكلمنا على الريجوليشنز وإنه بيختلف من مدينة للتانية سواء صناعية سواء تجارية سواء ساحلية أو سياحية، شدة الأمطار والكلام ده كله بيتوقف عليها هل هتعمل شبكة ولا لأ، السيرفيس درينج بتلجأ ليه إمتى، الإلكتروميكانيكس ما بتبعد عنه تماما في أعمال المطر اللي هو عملية رفع المية باستخدام بامب ستيشن أو حاجة زي الصرف كده، لأ ده مش مسموح بيه في المطر. طيب إزاي بقى بتحسب كميات المطر، كمية المية نفسها بتاعة المطر إزاي؟ أنت عندك طريقتين معروفين جدا، وفي طريقة تالتة موجودة. الطريقتين المعروفين، أول طريقة ودي اللي بيجي عليها أغلب الناس خاصة يبقى عندك IDF curve. IDF curve ده معناه إيه؟ اللي هو الـ Intensity Duration Frequency Curve، اللي هو الشدة والمدة والتردد أو التكرار تمام كده. منحنى بيحدد لك شدة المطر والمدة الزمنية بتاعة المطرة بتقعد قد إيه، المطر ده مدة المطر دي ساعة ساعة ونص ساعتين تلاتة أو نص ساعة، وشدتها نفسها ملي متر أور، كام ملي متر في الساعة دي شدة المطرة تمام كده، 5 10 20 30 50 130 150 قد إيه تمام كده. وفي نفس الوقت الفريكوانسي، الفريكوانسي اللي هو التكرارية بتاعتها، التكرارية بتاعتها تمام كده. هنشوف كل ده ونفهمه مع بعض. طيب الطريقة الأولانية دي بسميها الطريقة المنطقية أو ريشونال ميثود. ريشونال ميثود هي الطريقة اللي يمكن الأعم والعالم كله بيشتغل بيها، ودي بتتوقف زي ما قلنا على إن عندك أي دي إف كيرف، بتلجأ ليها لما يكون عندك أي دي إف كيرف، وده بتجيبه من يا إما يكون أنت عامل دراسة هيدرولوجية للمنطقة اللي أنت هتشتغل عليها، أو بتروح تجيبه من الأرصاد الجوية بتاعة المنطقة برضه هتشتغل عليها، سواء ده سواء ده. ويبقى عندك الكود اللي بيحكم الكلام ده، هل هتشتغل مثلا على 3 سنين، آسف 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة، 50 سنة، ده بيبقى في الكود موجود تمام كده. الكيرف مجموعة كيرفات، كل كيرف منهم ليه ايه؟ ليه فريكوانسي معين. حضرتك والله كيرف مثلا بتاع 10 سنين يصلح مثلا للبايب لاين الصغيرة، تيجي حضرتك وانت بتصمم مثلا الشوارع الضخمة او الكبيرة يقولك لا اشتغل على 50، لو اشتغلت مثلا اول المشروع كله ممكن تشتغل على 30 سنة. يعني كل حاجة منهم ليها ريجليشن، فحضرتك بتلجأ للريجليشن وتطبقها زي ما هي، وده بعد ابروفال منين؟ من المالك، لان ساعات المالك يقولك لا لو سمحت اعمل ابجريدنج في البتاع، وانا المسؤول لان هو اللي هيدفع، فيقول لك والله الكود بيقول مثلا اشتغل على 30، لا انا عايزك تشتغل على 50، كيرف اعلى شويه والتكلفه هتبقى اكتر والفلو هيبقى اعلى، انا عايزك تشتغل على ده لان انا شايف ان ده الورست كيس. مع احتراما للكود، الاونر ساعتها او السبونسر بتاعك هو المسؤول تمام كده، راعي المشروع هو المسؤول، هو المسؤول عن اللي بيقوله لك ده. فطبعا ده الدوكيومنتد كله لانه ده بيرفق مع الحسابات تمام كده، وبعد كده في يوم من الايام بيبقى دوكيومنتد في المشروع عشان لا قدر لو حصل اي حاجه ده دايما بيتاخد في الاعتبار تمام كده، وقت لا قدر لو في مشكلة تمام. طيب انا قلنا اول طريقة، تاني طريقة يا جماعة اللي هو الـ SCS Curve Number Method.
ايه الـ SCS ديت؟ هي طريقة رقم المنحنى، والـ SCS اللي هي Soil Conservation Service، تمام كده؟ دي يا جماعة طريقة بلجأ ليها لما ما يكونش عندي الـ IDF Curve، مش عندي الـ IDF Curve، طب بلجأ ليها. طب هي بتعتمد على ايه؟ قال لك بتعتمد على، حتى من اسمها Soil Conservation Service، بتعتمد على نوع التربة اللي المايه بتمشي عليها، نوع الـ هل في نباتات موجوده في الاوديه والاحواض اللي انا هجمع منها المايه ولا لا، تمام كده. الحوض شكله عامل ازاي، هل هو منتظم غير منتظم، هل في عوائق جوه الحوض، الحوض اللي هو يا جماعه اللي هو المنطقه اللي هجمع منها المايه ايا كان نوعها ايه، منطقه جبليه منطقه مش جبليه. طبعا لو اسفلت والكلام ده اكيد هجيب، هيبقى معايا الاي دي اف كيرف، انما لو عندي منطقه سيول بقى او جبال او وديان او كده، فبلجا لدرجه الاس سي اس اللي هي من خلالها اقدر احسب كميه الميه اللي بتيجي من امطار. في طريقه ثالثه يمكن مطبقه في المملكه العربيه السعوديه اللي هي التالبوت. التالبوت ميثود ديت دي بلجأ لها لما ما يكونش عندك اي بيانات او سجلات، تمام كده، ما عندكش اي ديف كيرف طبعا، ما عندكش اي بيانات خالص، وليها دايما صيغ، اربع صيغ يمكن او حاجه، كل صيغه بتتوقف على المساحه، كل ما المساحه بتكبر كل ما في بقى صيغه جديده، ابتداء من 400 هكتار يمكن ولا حاجه بتبدا الصيغه الاولانيه، والتانيه مش عارف 450 او 500 وهكذا. كل اريا، كل ما الاريا بتزيد كل ما في صيغه جديده او اكويشن جديده ليها بتشتغل عليها. بس احنا طبعا بنركز على الطريقتين الاولى والتانية، هما دول الاهم، خاصه الطريقه الاولى، ودي اللي هنبدا بيها المحاضره بتاعتنا، ودي اللي هنبدا بيها الدوره ونكملها بيها، لان الطريقه التانية انا مش هشتغل بيها معاكم، دي عايزه دوره لوحدها خالص، موضوع تاني خالص، لان فيها الحسابات الهيدروجيه، ودي مش موضوعنا هنا في دوره تصميم شبكات التصريف الامطار. احنا هنا شبكات عايزين نشتغل تصريف امطار بس، انما الاس سي اس ده قلنا بيشتغل لما يكونش عندك اي دي اف كيرف، واحنا هنا بنعتمد على اي دي اف كيرف واحنا بنصمم، وبالتالي بنستبعد الاس سي اس دلوقتي. وطبعا التالبوت دي مش بتاعتنا خالص وهنشيلها خالص، يبقى الاس يبقى بنشتغل على الريشنال ميثود او الطريقه المنطقيه. كلام جميل. طيب نبدا يا جماعه ندردش كده ازاي تبدا ترسم الشبكه بتاعتك. طبعا في البدايه حضرتك بتبدا تشتغل على الستاندردز، وتبدا تشوف الكروس سيكشن الستاندرد بتاعك. ايه كروس سيكشن ستاندرد؟ يعني حضرتك هتمشي بشبكه المطر فين، مسموح لك تمشي فين، هل في الجزيره، زي مثلا انت في منطقه صناعيه، هل هتمشي في الجزيره، نوع الشبكه بتاعتك هيبقى كالفرت ولا بايب لاين، تمام كده، نقطه الاند بوينت بتاعتك هيبقى ماسوره ومنهل ولا سيرفيس درينج، هترمي على وادي ولا كالفرت صناعي حضرتك هتعمله، او يكون هو اوريدي معمول، او هترمي على عباره، تمام كده، عباره سيول، تمام كده، اللي هو كالفرت اندر امبانكمنت او تحت طريق، تمام كده، هترمي على ايه. كل حاجه منهم وليها اللقطه بتاعتها، كل حته فيها وليها اللقطه بتاعتها. طيب يبقى لازم تبص على الستاندرز، وتبص على الريجوليشن بتاعت المكان اللي حضرتك بتشتغل فيه في الرسم. في الرسم طبعا. طيب تاني حاجه حضرتك بتبدا تحسب حسابات معينه، وتشوف هتبدا منين. يعني ايه بتبدا منين؟ يعني ما تجيش مثلا انت شغال وتبدا لي من اي مكان في الشبكه او في الطرق، لا، حضرتك بتشوف مهندس الطرق الليفلز بتاعته، ودي اهم نقطه عندك، لازم يكون الليفلز خلصانه، ديزاين ليفل تكون خلصانه، لان حضرتك هتشتغل بناء عليها، صح كده؟ صح. حضرتك بتشوف الكريست ليفل في اللونجيتيونال بروفايل بتاع الطرق. يعني ايه اللونجيتيونال بروفايل بتاع الطرق؟ اللي هو القطاع الطولي بتاع الطرق بيبقى فيه كريست اللي هو اعلى نقطه، وفي لوست بوينت، تمام كده. حضرتك دايما بتبص على الكريست بوينت، اول نقطه، وبتقول والله دي نقطه انقلاب بالنسبه ليك، نقطه انقلاب، وبناء عليها بتبدا تاخد الاسهم بتاعه المطر، وبتبدا تاخد سكاشن، سيكشن واحد اتنين تلاتة وهكذا، تحسب امتى تبدا تحط الكاتش بيزن بتاعتك. احنا نبدا بقى ايه شغل ايه البسيط والهادي خالص. يعني ايه؟ يعني ببساطة خالص، في حسابات معينة حضرتك بتطبقها في اكسل شيت هوريهولك دلوقتي. بعد ما بتحسب المسافة اللي حضرتك بتشتغل عليها، بتبدأ تحط أول كاتش بيزن وأول منهل.
يعني انا ما بحطش عند كريست؟ لا طبعا. طب ليه؟ لان حضرتك لو حطيت الكاتش بيزن عند كريست هتسحب ايه؟ هتاخد مطر ايه؟ مفيش مطر. وظيفة الكاتش بيزن تجمع المية، صح كده؟ مية المطر السريان اللي حاصل على الأسفل، صح كده؟ أو على الطريق. لو حطيت حضرتك الكاتش بيزن على الكريست نفسها، إيه لازمتها؟ مش هتجمع حاجة. طب هتحطها بعد متر ولا 2 ولا 5 ولا 10 من الكريست، من الطب يعني، من قمة الأسفلت؟ ما هو مش عارف، مش عارف. دي بقى يعني حسابات. يبقى الحسابات اللي هو الفيصل بيني وبين الراجل اللي هيراجع عليا حساباتي، صح كده؟ وده اللي هنشوفه مع بعض. يلا يا جماعة على بركة الله نبص سريعا كده. احنا كنا اتكلمنا عن المطر قبل كده في المحاضرة الأولى، ودي حساباتها، تمام كده. اتكلمنا على الاريا بتاعة المشروع، اتكلمنا على كيو رين التوتال، تمام كده. ازاي جبناها؟ ازاي من المنظر ده لتر ثانية، تمام. اتكلمنا على يعني ايه سي، تمام. خلي بالك يا جماعة هي دي المعادلة اللي هي راشونال ميثود، تمام كده. وده الاي دي اف كيرف اللي انا قلت عليه من شوية، تمام كده. وكل خط من الخطوط دي بيعادل فريكوانسي معين من السنين، تمام كده، سواء سنتين، 5، 10، 25، 50، 100. وده الانو واحد فيهم كيرف انت هتطبقه، وده بيتوقف على الريجوليشن اللي حضرتك بتشتغل على اساسها، تمام كده. طبعا 60 دقيقة اغلب الناس بتشتغل دايما على 60 دقيقة، اللي هي ديوريشن المطرة بتبقى 60 دقيقة اللي هي مدة ساعة، تمام كده. وبتطلع كده من الساعة ديت وتشوف الانو كيرف هتشتغل عليه، سي اشتغلت على 10 سنين مثلا، فبتطلع من الساعة دي هوب تقطع اللي هو الكيرف بتاع 10 سنين، تمشي افقي تجيب الانتنستي بتاعة المطر اللي هو شدة المطر، بتطلع في حدود 20 مليمتر اور، تمام كده. يبقى انت بتشتغل الاي بتاعتك 20 مليمتر اور بس. انا بدي مثال، انا بدي مثال، تمام كده. طيب خلاص عرفنا السي، اتكلمنا عن السي قبل كده في المحاضرة الأولى، الناس ترجع للكلام ده هتلاقيه. وهتكلمنا على الأرياز، وحاصل ضرب كل سي في كل أريا، تمام كده. كل بعد كده على 3600 جبت الكيو بتاعتي باللتر ثانية، مفيش مشكلة خالص. قلنا والله أول كاتش بيزن، تمام كده، أدي الكيو بتاعتها، تمام. بتتجيب ازاي والكلام ده كله شرحناه بالتفصيل في المحاضره الاولى. كاتش بيزن الثانيه، الكاتش بيزن الثالثه، كل كاتش بيزن منها بنجيب الفلو بتاعها ازاي. الكلام ده احنا ما بنعملوش مانيوال خالص، ما بتعملوش انت كده خالص، انا بس عرفت الناس. الكلام ده بيتعمل على ستور ميكاد اوتوماتيك، حضرتك ما بتعملش حاجه زي كده خالص، تمام. وهناخد ان شاء الله في المحاضره الرابعه الكلام ده. احنا دلوقتي في المحاضره الثانيه، المحاضره الثالثه هتبقى للديتيلز، والرابعه ان شاء الله هتبقى للديزاين نفسه بقى على الستور ميكاد، تمام كده. فده احنا مش هنعمله، بس انا عرفت الناس السيكونس اللي بيشتغل عليه الستور ميكان، بيشتغل بانه معادله، المعادله ديت بياخد السيهات ازاي حضرتك اللي بتديها له، الاريات ازاي برضو حضرتك اللي بتديها له، هو كل اللي بيعمله بيضرب ده في ده وبيطلع لك الفلو بتاعك، وبناء عليه بيطلع ديزاين الماسوره اللي خارجه من الكاتش بيزن ورايحه عليه المانهول، ثم بيطلع مواسير المانهول ماسوره ماسوره الى جانب الليفلز بتاعت المانهولز. ده يا جماعه السيكونس اللي بيحصل جوه الستور ميكان، مع شوية تفاصيل بسيطة كده هنقولها بعدين. طيب احنا هنا سؤالنا اللقطة اللي جاية دي، ركز معايا. هنا احنا قلنا ايه؟ قلنا مش هحط كاتش بيزن في اي مكان، انا هحط كاتش بيزن في حتة معينة، في لقطة معينة. فين؟ ركز معايا في الكلمتين. ابدأ ها الكلام من هنا بقى، ابص على الكريست بتاع الطرق، الطب بتاع الطريق فين؟ في المكان اكس. وقفت عليه، بدأت امشي، مشيت متر، 2، 3، 5، 10، 10 متر، خدت سيكشن، خد سيكشن، ماشي كده. نفترض انه سيكشن اسمه سيكشن 1، السي بتاعت السيكشن ده ايه هي؟ هتقول لي والله سي افريج، انا مثلا افترضت ان هي 0.5. الله، ما انت قلت لي الاسفلت 0.7، ومش عارف الطريق التراب 0.2 ولا 0.1، ومش عارف الاسطح بتاعت العمارة 0.7، والمش عارف. لا، ما هو انت حضرتك عندك كام اريا قد ايه؟ نفترض عندك 18 متر اريا، متر مسطح. ال 18 دول عبارة عن ايه؟ مجموع مين؟ مجموع الاريات بتاعة الاسطح، واريات الاسفلت، والووك واي، وجرين اريا اللي هترمي على السكشن ده، المكان اللي حضرتك وقفت عليه، اللي هو على بعد كام متر يا عم؟ على بعد مثلا سي 6 8 او 10 متر من الكريست بتاع الطريق. خلاص كده؟ ركز معايا. حضرتك جبت الاريا التوتال، وجبت السي الافريج، جبت سي افريج اللي هو عملتها ازاي دي؟ قلت مثلا السطحين ثلاثة العماير اللي هترمي على نفس السكشن اللي انت حضرتك واقف عنده ده، السطحين ثلاثة دول الاريات بتاعتهم سي مثلا 5،
والخمسة في السي بتاعتهم اللي هي 0.5 0.6 وات ايفر. الى جانب الاسفلت، مساحه الاسفلت اللي هيرمي على نفس السكشن ده اللي هو مايل على نفس السكشن ده تمام، من الكريست لغايه السكشن اللي انت واقف عنده تمام، ها في المساحه ديت في ايه؟ في 0.7 او 0.8 وات ايفر انت خدت السي بتاعتها كام، زائد الجرين اريا اللي عندك اللي هترمي على نفس السكشن ده تمام، في 0.1 او 0.2 اللي هو السي بتاعها. يبقى انت جمعت كل اريا في السي بتاعتها في الباست تحت في المقام على كام؟ تقسم على ايه بقى؟ على مجموع الاريات دي كلها، يطلع لك السي افريج. واصله؟ واصله. طيب في ناس يا جماعه بيجيب السي افريج لكل القطاعات مره واحده في المشروع على طول، ازاي؟ تعمل نفس اللي انا عملته ده بس للمشروع كله. يعني ايه؟ تمسك عمال المشروع كله تجيب مساحتها كلها تضربها في السي بتاعتها، زائد اسفلت المشروع كله في مساحته كلها تجيب الايه؟ في الاسفلت في السي بتاعته في الايه؟ في المساحه خلاص، زائد جرين ايرز بتاعت المشروع كله المساحات بتاعته في السي بتاعه. يبقى انت كده في حاجه ثانيه ووك ويز، يلا بالمره تاخد الايه؟ مساحات الووك واي في السي بتاعتها. يبقى انت جبت مجموعه كل سي في الاريا بتاعتها، كل سي في الاريا بتاعتها، كل ده مجموع في الباست. المقام يبقى ايه؟ مجموع الاريات كلها بتاعت المشروع. تمام كده؟ هيطلع لك السي افريج. فخلاص انت عايز تتابع يعني تلتزم بالطريقه الاولى ماشي، تلتزم بالطريقه الثانيه ماشي، المهم السي افريج بتاعك هيبقى موجود معاك. الاي احنا اتفقنا هنجيبه ازاي من الاي دي اف كيرف، خلاص. ودي خلاص بتبقى ستاندر ثابته في المشروع، الاي بتبقى ثابته في المشروع. عارف بتاخدها في الاعتبار وخلاص وخلصت على كده. وهفهمك ايه اللي احنا بنعمله هنا والستورم كات بيعمل ايه كمان شويه هنعرفه. تمام كده؟ طيب اللي بعد كده الاريا، الاريا اللي حضرتك قلتها من شويه دي بتجيبها ازاي؟ من على الاوتوكاد او الستورم كات، كمان حضرتك بتحدد له الاريا بتاعته، كل كاتش بيزن بتقول لها الاريا بتاعتك هي، اتفضلي خدي الاريا دي. تمام؟ كلام جميل. حصل ضرب الثلاثه بالمعادله الظريفه بتاعتنا يطلع لك مين؟ الكيو. تمام كده؟ حضرتك عايز تعمل ايه؟ احنا عايزين كل ده يا شباب، عايزين نوصل لحاجه اسمها نحط الكاتش بيزن فين؟ اول كاتش بيزن نحطها فين؟ في انه مكان؟ عشان تبدا تسحب مطر فين؟ ده اللي هنقوله. تقول والله طيب انا جبت الكيو ده للاريا دي اللي هي السي بتاعتها والاي بتاعتها دول. الان ده الان يا جماعه اللي هو مانين كوفيشن، مانين كوفيشن معروف. تمام كده؟ اللي هو ليه علاقه بالفريكشن والكلام ده كله بتاع جريان السطح بتاع الميه. ايه بقى الاس اكس والاس ال؟ الاس اكس يا جماعه اللي هو الميل الجانبي بتاع الطريق، مهندس الطرق بيبقى شغال عامل ميل جانبي للطريق، الطريق ميبقاش فلات يا جماعه، لازم يبقى فيه ميل جانبي. تمام كده؟ ده ليه حاجات كتيره قوي، اولا المطر والكلام ده عشان الميه ما تبقاش راكده في وسط نص الطريق نفسه، تاني حاجه عمليه الطرد المركزي. تمام كده؟ لما يبقى فيه كيرفات او حاجه لازم يبقى فيه ميل في الطريق، ميل عرضي ماشي كده. طيب اللي هو ده نفترض ان هو ده الطريق يا جماعه، العربيات المفروض جايه عليك كده، ده وش العربيه المفروض جايه عليك وده ميل عرضي. تمام كده؟ الطريق اس اكس اهو، اس ال هو الطولي، الميل الطولي في الطريق، الميل الطولي داخلي جوه جوه الورق اللي هو بطول الطريق نفسه ماشي كده. الاس ال هو الميل الطولي للطريق، التي هو التوب، توب المثلث ده، ايه المثلث ده؟ مثلث المايه اللي هتكون نتيجه المطر. حضرتك كل ده بدور على ايه؟ بدور على ده، شايف ده؟ ايه الدي؟ دي يا جماعه هو عمق ميه اللي هتترسب او اللي هتتكون نتيجه ايه؟ حدوث سيول. العمق ده يا جماعه طول ما هو اقل من الكيرب حضرتك في سيف سايد. طب لو زاد عن الكيرب هيحصل فلادنج ويطلع على الووك واي، ده مش مسموح بيه. لازم يكون اقل من الكيرب، اقصى حاجه يساوي الكيرب، اقصى حاجه، وده مش مسموح بيه برضه، لازم يكون اقل. تاني حضرتك كل اللي هتعمله هتطبق في المعادله دي، تاخد كل شويه سيكشن وتقول والله الكيو بتاعته اهو نتيجه الايه؟ الايكويشن، والان ثابته، الاس اكس ثابته المفروض لو مهندس الطرق مش هيقعد يلعب فيها، لان المفروض يكون الميل الجانبي بتاع الطريق واحد. الاس ال اغلب الظن بتبقى ثابته، اغلب الظن هو برضه مش هيقعد يلعب الا لو كانت الارض تضاريس الطريق بيبقى فيه صعوبه شويه فبيبدا يهندلها بس، وبالتالي فيه اختلافات بسيطه. التي يا جماعه اللي هو السبريد وكل حاجه هنا مكتوبه بالتفصيل الممل. التي هو التوب المثلث ده او السبريد بتاعك. تمام كده؟
وده بيبقى له عرض معين ما ينفعش يزيد عنه، تمام كده، في اغلب الاحيان. بس الهم عندي، الشغل الشاغل عندي هو مين؟ هو الدبس. طول ما الدبس يا جماعة اقل من 15 سنتي، لان اي ارتفاع كيرب الستاندر بتاع الكيرب تقريبا بيبقى 15 سنتي، فطول ما انت اقل من 15 انت في سيف سايد، انت مش محتاج تحط مين؟ كاتش بيزن. بص المنظر، ابدا احط كاتش بيزن اول ما ايه، ما اقرب من 15، هنا في 12، خلي بالك ان الاريا زادت، لان حضرتك طول ما انت ماشي انت ما حطيتش هنا ولا حطيت هنا كاتش بيزن، فالاريات بتا ايه بتتراكم، صح كده، حضرتك بتاخد اريا اكبر شويه، اريا اكبر شويه، لان حضرتك ما حطيتش كاتش بيزن. طب هنا اخبار ايه؟ اصبحت 100 مثلا، 67، هنا في كاتش بيزن، والله انت حر عايز تحط اتساب تو يو. طب هنا لا خلاص، ده هنا احتدم الامر، لازم تحط هنا كاتش بيزن. طب لو زودت الاريا شويه وما حطيتش هنا كاتش بيزن وزودت الاريا هنا شويه، بص هيحصل ايه؟ ايه رايك؟ 15.88، لا خلاص انت كده عديت بقى ايه، وحصل فلادنج على الووك واي، ده مش صح، ده مش ميه، ده مش مظبوط. نفس الكلام لو زودت اكتر، بص الدنيا هتبوظ اكتر. خلاص يبقى احنا فهمنا يا جماعه الحته دي، يبقى حضرتك بتحط الكاتش بيزن اول ما تديه عمق الميه، تمام كده، في المثلث اللي بيتكون عند الرصيف، عمق الميه يزيد او يقرب من ارتفاع الكيرب او الرصيف بتاعك، تمام كده. اوكي كده فهمنا يا شباب، الكلام ده كله بيطبق الثلاث معادلات دول، معادلات بسيطه خالص، الدي بتساوي التي في الايه، في السلوب، مفيش اي مشكله خالص، عادي، ادي السلوب وادي التي، الدي بتيجي منها وده بيجي، والسرعه ملناش دعوه بيها، سرعه الجريان السطح العادي خالص مفيش مشكله خالص، نتيجه انك جبت الاريا، تمام كده، وسريان الميه بشكل طولي يعني، تمام كده. اوكي بس انا حبيت اوضح المنطقه دي يا جماعه والموضوع ده قبل ما ابدا في رسم اللي اوت نفسه عشان تعرف ازاي بتحط الكاتش بيزن. تعال معايا كده نرسم اللي اوت ده يا جماعه، مشروع كان اتعمل في منطقه في الميدل ايست، تمام كده. لو تلاحظ معايا كده، بص المنظر ده، المخطط مثلا المكان ده المفروض هتشتغل عليه، ده المخطط بتاعك هتشتغل على كده، ركز معايا كده، بص كل دي شوارع، ادي كريستا، بص ايدي ده كريست، طالما سهم يمين وسهم شمال، هنا كان في كريست، يعني مهندس الطرق عمل هنا كريست، اخدت السهم يمين وشمال من الكريست وبدات امشي، ماشي كده اهو، مشيت كده 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 كده، كل المساحه دي ما حطيتش فيها كاتش بيزن، ما حطيتش في ولا منهول ولا كاتش بيزن. طب ليه؟ لان المساحه دي لما جمعتها مع المساحه دي، تمام كده، هنا في كريست، اخدت المساحه كده، بس هنا الميل هنا رمى كده، فديت مش هتتاخد معاك، بس المساحه دي مع المساحه من الكريست دي وانت ماشي كده، مع الممرات الخفيفه، مع الووك ويز الموجوده، لو البلوتس دي كلها بترمي عليك ميه يبقى تاخدها في الاعتبار، تمام كده، والبلوتس ديت نوع التربه بتاعتها ايه، كل ده رمى في الاخر على المنطقه دي، طبعا مع الايه، مع الحته دي هنا في كريست اهو برضو رمى عليك كده في الاتجاه ده، يبقى الشارع ده رمى عليك كده، والشارع ده من هنا رمى عليك كده، بس من هنا في نقطة انقلاب، فانت هتاخد المنطقة دي بس، او لو الطريق لم رمي كده يبقى انت هتاخد من هنا بس وانت نازل، يبقى دي الاريا بتاعتك. لو عملت السكشن هنا هتلاقي نفسك وصلت هنا سي مثلا 14، ادي ب 14، اذا لازم تحط اول منهول وكاتش بيزن، لازم تحط اول منهول وكاتش بيزن، ومشيت تريتك ماشي. هتقول المسافات بين كل منهول والتاني قد ايه؟ لا دي بقى ده موضوع تاني، ده ريجوليشنز يا باشمهندس، ارجع للريجوليشن، عندك رولز او عندك كود او عندك ستاندرز، تمام، بتحكم الشبكه بتاعتك حضرتك بتشتغل عليه، نوع الماسوره بيبقى مكتوب نوع الماسوره، لان كل قطر وليه نوع، قطر مثلا سي 350 يقول لك يو بي في سي مسموح لك، انما اكتر من كده يقول لك جي ار بي او فيتريفايد كلاي او خرسانه، يبدا على طول من الخرسانه يقول لك والله انا عندي 400 مللي ابدا خرسانه على طول، او بوليسيلين في ناس بتشتغل بيه وحباه جدا، تمام، او اف ار بي، يعني كل حاجه موجوده في الريجوليشن حضرتك لازم تشتغل عليها، لان السبيكس بتاعه المشروع او السبيسيفيكيشنز بتاعه المشروع لازم تطلع بناء على اللي حضرتك قلته ده او اللي حضرتك قاريه، ولازم يكون متطابق، ده ماشي مع ده، تمام كده، كلام جميل. طيب لغايه دلوقتي ماشي. طيب المسافات، قلنا المسافات لازم هتعرفها من الريجوليشنز، في ناس بتقول لك 100، نسبة الامتلاء بتاعة الماسورة أثناء ما حضرتك هتعمل الستورم كاد وتدخل الكونسترينز
constraints اللي هي القيود بتاعة التصميم. لازم حضرتك تكون راجع للregulations، نسبة الامتناع 90% ولا أقل، تمام، والأكتر إيه، تمام كده. طيب اللي عايز أقوله برضو هنا، ماشيين أهو مع بعض، أدي المانهولز، بتحط المانهولز بناء على الريجوليشن اللي قلنا عليها، تمام كده، أوكي، وبتبدأ ترمي كل قطر والتاني. طبعا ده حاجة متصممة. هنا يا جماعة المنظر هنا ايه، انا بس بحاول اوضح الرؤية للناس. هنا ايه اللي حصل؟ حصل ان حضرتك الكونسيبت بتاعك اللي مطلوب منك انك تعمل اوبن تشانل، تمام كده، عبارة عن عرض 2 × 1.5 متر ديبس. اوبن تشانل بتستقبل المواسير بتاعة المطر، والاوبن تشانل هي اللي هتبدأ تكمل المشوار. الاوبن تشانل لو حضرتك تلاحظ هي هتمشي في شارع فيه جزيرة، ادي شارع فيه جزيرة اهو، ادي الجزيره اهو، والاوبن تشانل خدت الجزيره ومشيت عليه. هو ده الكونسبت اللي كان مطلوب، او ان حضرتك اقترحته وتوافق عليه. طب ما انا كان ممكن يا باشمهندس امشي كده بمواسير ومانهولز وخلاص. ماشي، ما انا عارف، بس هم عايزين الكونسبت ده. هتعمل ايه؟ ولا حاجه، هتنفذ. كلام جميل، ها، مفهومه كده، مفهومه، تمام. هتقول لي طيب انا حاسس ان في حاجات الوان كده وحاجات. يا شباب، بص يا شباب، هنا دي اوبن تشانل زي ما قلنا. طب لو كان في يوتيرن، لما يبقى في يوتيرن كده، عربيات اللي جايه كده وعايزه تلف الناحيه التانيه، وعربيات اللي جايه كده وعايزه تلف الناحيه التانيه، هتعمل ايه؟ لازم تغطي الايه، الاوبن تشانل، تخليه كالفرت، تحوله بوكس كالفرت، تمام. يعني فاهمني كده ولا ايه؟ مفهوم صح؟ فلازم تدفن الاوبن تشانل، تغطيها، تقفلها، تحولها كالفرت، صح كده؟ ادي هنا ماسور اهو، نوع تاني من المواسير اهو، تمام؟ واخدينها اهو. بس بص، شايف يا جماعه، بص كميه الاسهم عامله ازاي؟ كميه اسهم رهيبه. بص المنظر اهو، كده كده كل ده مجمع هنا ورامي على هنا، صح كده؟ بتحط الكاتش بيزن بتاعتك اللي بتلم الكلام ده وتخش، تمام كده، اوكي؟ نفس الكلام هنا، ما بتبداش حضرتك فروم. يعني بص بص الماسوره اهي، كل الشوارع دي فاضيه، لان حضرتك جمعت لي كده وجمعت كده وجمعت كده، ففين راحت كده؟ بالظبط، واخدتها في الاعتبار، تمام كده، اوكي، كلام جميل. انت هتقولي فين الكاتش بيزن؟ انا مش شايف. ما هو ما كانش عايز هنا كاتش بيزن تبقى ظاهر في الفينش بتاع اللوحه، بس حضرتك بتحط الكاتش بيزن بالكونسبت اللي هو عايزه. لو عايز مثلا كاتش بيزن من نوع الايه، اللي هو فلات في الاسفلت، لو عايز كاتش بيزن اللي هو جريتد بتبقى في الكيرب وفي الاسفلت، او عايزه مثلا تكون كيرب تايب بس، تكون في الكيرب بس، كل ده، كل حاجه وليها شغلها. وطبعا الستورم كات بياخد الكلام ده في الاعتبار، تمام كده. نفس الكلام اهو، بص كميه الاسهم تيجي على كريست اهو، ده هنا في كريست اهو يا شباب، وبتبدا تمشي مع الكريست. اهم حاجه الاسهم دي، لان الاسهم دي لازم تكون متطابقه مع الديزاين بتاع الطرق. الموضوع مش هزار، لازم تبقى متطابقه مع الاسفلت، مع شغل الطرق، مع الليفلز، عشان ما يجي بعد كده اي حد بيراجع ما يلاقيش الليفل بتاعت الطرق رايحه كده وانت عاملها للعكس، او هو يكون ماشي في اتجاه وانت ماشي في اتجاه، والكلام ده مش مظبوط، لان دي ارواح ناس، تمام كده. لا قدر الله وانت في منطقه سيول وانت مش واخد بالك في الاعتبار الموضوع ده كويس، الميه ممكن تفايض بشكل او باخر، تخش في منطقه يوتيليتيز، او تخش على بلوت اريا مثلا، تكون موجوده فيها مدرسه، تكون موجود فيها وات ايفر المخطط ده ايه، تمام. فممكن لا قدر الله يحصل سيل وحضرتك مش واخده في الاعتبار، او مش واخد الميول صح في الاعتبار، والسريان السطحي مش ماشي صح في المدينه بتاعتك، يحصل ان الميه تركض او تخش في اماكن، وده احنا بنشوفه كتير جدا 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 في الاماكن، في بعض المحافظات في الميدل ايست بدون ذكر اسماء، واكيد انتم مطلعين وشايفين، وياما فيديوهات شفناها، وفي ناس يعني للاسف يعني ضاعت في الاماكن في الحاجات دي، ضاعت حقيقي يعني. فشبكه مطر من الشبكات التقيله قوي والغلسه قوي، واللي فعلا محتاجه انك تراعي ضميرك فعلا جامد فيها. الموضوع مش موضوع اني صممت وخلاص، تمام. هنا يا جماعه، بس هنا برضو ابن الشانل اهي، وكل شويه بعمل لها ايه، بتعمل لها بوكس كالفرت عشان يوتيرن. هنا عندك هنا طريق اهو في يوتيرن، وهنا تقاطع مع طريق تاني، فبرضو طريق فلازم تمشي من عليه، فعشان كده عملناه في بوكس كالفرت، وهنا في يوتيرن، تمام، وهكذا مشينا في يوتيرن تاني اهو، تمام. هنا تلاقى اتنين مع بعض، الاتنين اوبن تشانل اتلاقوا مع بعض، تمام كده، في منطقه فيها طريق، وبالتالي اتعملت كالفرت مع كالفرت، وبعد كده مشي الحال باوبن تشانل تاني لغايه ما انتهيت على اوبن تشانل الرئيسيه
تمام كده، هو بقى عارفها فين والاند بوينت بتاعتك، كل ده بقى مدروس 100%. كلام سليم يا شباب؟ انا بس حاولت اوضح اكتر من فكرة، تمام، اثناء ما احنا شغالين كده. ان شاء الله ان شاء الله المحاضرة الجاية هتبقى التفاصيل، تفاصيل المانهولز، تفاصيل التنفيذ بتاعتها. في سيستمز كتيرة قوي في المطر زي الكالفرت والاوبن شانل، هناخد بعض تفاصيله. الى جانب في حاجة اخيرة كده هقولها، اللي هي السوكاوي. السوكاوي يا جماعة هي عبارة عن طريقة ازاي اصرف مية المطر بشكل او باخر. بمعنى السوكاوي عبارة عن حفر في التربة، تمام، حفر في التربة، واعمل نوع من انواع الفلتريشن بشكل او باخر، بحيث ان المية يحصلها سيبج جوه التربة، يحصلها تسريب، تمام كده. بمعنى نفترض مثلا المنطقة دي انا عايز اسرب مية المطر، ما عنديش اند بوينت او عندي مشكلة في الاند بوينت، والتربة بتاعتي سامحة بده، ان هي مثلا تربة ساندي رملية، تمام كده، فتقدر تشرب المية بشكل كويس، والجراوند ووتر تيبل قليل جدا تحت، مش موجود تقريبا على بعد 500 ولا 1000 ولا 2000 متر، فبعيد تحت خالص، تربة جافة جميلة. ايه اللي يحصل؟ اجي اعمل هنا كده دايرة كده واسميها سوكاوي، وهناخد التفصيلة بتاعتها بالكامل المحاضرة الجاية. مية المطر تيجي كده تيجي كده، اخلي السوكاوي دي تستقبل المية، سواء بكاتش بيزن جنبها هي اللي تجمع المية وترمي في السوكاوي اللي هي الحفرة دي، حفرة زي المنهول بالظبط بس مش خارج منها ماسورة، حفرة زي المنهول بالظبط بس مش خارج منها ماسورة، وما هياش معمولة من ايه، من الخرسانة، لا، معمولة بشكل عبارة عن طوب مفرغ، تمام كده، محاط بمادة، بعض المواد اللي بيحصل فلتريشن عشان خاطر المسميات ما تتسدش، زي مثلا زلط او سن او كده. الارضية بتاعتها برضو ساعات ناس بتقفلها، وساعات الناس برضو بتعملها بفلتريشن ميديا، تمام كده، برضو بحيث ان هي تحصل سيبج لمية المطر لما تخش جواها، بشكل او باخر بتخلص من مية الامطار فيها. هناخد التصميم بتاعها ان شاء الله في وقته، هنتكلم عليها بالتفصيل، تمام. هتقولي هي دايرة بس ما ينفعش تكون مستطيل؟ ينفع. ما ينفعش يكون مربع؟ ينفع. ده ممكن ساعات يا جماعة بيعملوها شبه تشانل، شبه تشانل، يعني ممكن لو عندي جزيرة هنا في النص مثلا، جزيرة هنا مثلا، مثلا في أي مكان، في أي أهو هنا مثلا، ممكن أحط هنا كده سوكاوي في النص هنا كده، لو التربة تسمح والكونسبت تتوافق عليه، وأعمل إيه؟ كاتش بيزن يمين، كاتش بيزن شمال، يمين وشمال، طول ما أنا ماشي بترمي على مين؟ على السوكاوي. والسوكاوي ديت عبارة عن إيه؟ حفر في الجزيرة وتغطية كويسة، تمام كده، ونظام تسريب، تمام كده، لمية المطر في الجراوند ووتر تيبل. يبقى انا كده ضربت 3 4 عصافير ببعض في نفس الوقت بحجر واحد. ازاي؟ ان انا اتخلصت من مية المطر باقل تكلفة، تمام كده، في اسرع وقت، تمام كده، باقل اعمال في الموقع، بدون ما اضايق حد ولا اعمل بقى كالفرتس وخرسانات وها ها ها، لا خالص، شوية كاتش بيزن بسيطة قوي، وارمي على طول فين؟ في السوكاوي اللي هو الحفر ده. وفي نفس الوقت يا شباب استفدت احلى استفاده من ميه المطر، لان انا نزلتها في جراوند ووتر تيبل، المياه الجوفيه، تمام كده، ما تخلصتش منها مثلا في البحر، ما زي بعض الاماكن ما تخلصتش منها في المجاري المائيه اللي بعد كده بتنتهي بالبحر، تمام كده، في ناس بتعمل كده بحيرات تبخير، تمام كده، لا، ده انا اتخلصت منها ايه، للاجيال الاخرى تبدأ بعد كده إن شاء الله، وقت لا قدر الله ما يحتاجوا ميه وما يكونش عندهم سيرفيس ووتر، سيرفيس ليكس مثلا، سيرفيس ووتر، يسحبوا منها ويشتغلوا ويشربوا، لا، دي ممكن يسحبوا الجراوند ووتر تيبل، ساعتها أنا كنت حافظت لهم عليها للأزمنة اللي بعد كده إن شاء الله، تمام؟ طيب، إحنا كده الحمد لله مفيش حاجة عندي تانية أقدر أقولها في الرسم. إن شاء الله المحاضرة الجاية يمكن أقول كلام جديد في الديتيلز، ونرجع سنة بسيطة كده للرسم، بحيث إن الأفكار تبدأ تتثبت في أدمغة الناس، وإن شاء الله ابتداء من المحاضرة الرابعة هنبدأ التصميم في الستورم كاد، فالناس تبدأ تقرأ يعني تفهم الحدوتة واحدة واحدة، عشان الستورم كاد هنبدأ على طول نرسم الشبكة ونحدد كاتش بيزنز ونحدد، والكلام ده كله هيبقى اوريدي متحدد على الاوتوكاد قبل كده. ما ينفعش انك تحدد على الستورم كاد اي حاجة، لا، لازم تكون متحدد على الاوتوكاد بمانيوال كالكوليشن كده، عشان حضرتك لما تبدأ تشتغل على الستورم كاد تبقى عارف بتعمل ايه بالظبط، وما تضيعش وقت كتير، تمام كده. فان شاء الله نشوفكم المحاضرة الجاية بإذن الله، محاضرة التفاصيل بإذن الله. شكرا، سلام عليكم.